تمكنت القافلة الطبية بمديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تمكنت من إجراء الكشف الطبي على 2120 مترددا على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء. تلقى أهالي القرية الخدمات الطبية في 12 تخصصا مختلفا بالإضافة إلى العلاج المجاني، كما تلقى 700 مواطن لقاح كورونا. وتضمنت قافلة حياة كريمة ندوة تثقيفية لأهالي القرية عن أهمية تلقي لقاح كورونا واتباع الإجراءات الاحترازية من تطهير وارتداء الكمامات. من محافظة كفر الشيخ، القوافل الطبية بتمثل الذراع الصحي للمبادرة الرئاسية حياة كريمة. احنا بنحاول في القوافل الطبية ان احنا نوصل لدرجة عالية من الرضا والثقة الجماهيرية في خدمات وزارة الصحة من خلال ثلاث اهداف رئيسية. الهدف الاول وهو الوصول بالخدمات العلاجية الاساسية للمحدودي الدخل بجودة عالية في المناطق النائية والمحرومة. الهدف الثاني بنحاول ان احنا نرفع درجة الوعي الصحي من خلال ندوات التثقيف الصحي والإرشاد اللي بيتم في القوافل، وكمان بنحاول ان احنا نعمل مسح طبي للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة زي الضغط والسكر ورفع درجة الوعي المجتمعي تجاهها. النهاردة الحقيقة القافلة شهدت تردد عالي جدا من المواطنين، وصلنا لتقريبا 2120 مواطن متردد على القافلة، تلقوا جميع الخدمات في جميع التخصصات اللي موجودة في القافلة، والحمد لله معنا صيدلية متوفر فيها جميع الأدوية اللي بتغطي جميع التخصصات. يمكن المريض الواحد يقدر ياخد على التذكرة المجانية اللي بياخدها في القافلة أكتر من خدمة، ويقدر يكشف أكتر من تخصص على نفس التذكرة، وبيعمل الأشعة والتحاليل المطلوبة. فديت حاجة يعني كويسة جدا بتقدمها وزارة الصحة ومبادرة حياة كريمة للمواطنين.